مدينة سكيكتو هي عاصمة ولاية سكيكتو، أحد الولايات الساحلية للجمهورية. تقع في الشرق الجزائري، تحدها كل من ولايات عنابة من الشرق، جالما من الجنوب الشرقي، قسنطينة من الجنوب، ميلا من الجنوب الغربي، جيجل من الغرب، والبحر الأبيض المتوسط من الشمال. تتربع على مساحة تقارب 4118 كيلومترا مربع، تطل على البحر بساحل يقدر بحوالي 140 كيلومتر.
مدينة سكيكدا من أجمل مدن الجزائر، تبعد حوالي 470 كيلومتر شرقا عن الجزائر العاصمة. سكيكدا هي روسيكادا، التسمية الفينيقية ثم الرومانية، كانت مرتفعا توقد فيه النار لتوجيه السفن التجارية نحو خليج نومين. سكيكدا هي كذلك مدينة فيليب فيل في عهد الاستعمار الفرنسي.
مدينة سكيكدا مدينة جميلة لها مقومة طبيعية جعلت منها إحدى الوجهات السياحية المفضلة للمواطن، فهي تتموقع بين بحر جميل شمالا وجبال خلابة جنوبا. هذه العناصر الطبيعية حددت شكلها الخطي ووجهتها التوسعية من الغرب إلى الشرق. تمتاز المدينة بشاطئ جميل قريب من الوسط العمراني مما جعل الوصول إليه سهلا. إنه شاطئ أسطورة المشهور، يحد هذا الشاطئ جنوبا كورنيش يسمح بنشاطات عديدة كالصيد، الجلوس والاستمتاع بالنظر للبحر وكذا ممارسة الرياضة كالمشي. تحتوي المدينة على ثلاثة موانئ، كل ميناء يختص في نشاط اقتصادي معين، فمن الصيد البحري غربا إلى ميناء السلع الاستيراد والتصدير في الوسط إلى الميناء المخصص للنشاطات البتروكيميائية شرقا.
النسيج العمراني للمدينة جميل، مندمج في الوسط الطبيعي بتناغم، يحتوي على منشآت جميلة تساهم في استقطاب الزائرين للشوارع، والتي من أهمها شارع الأقواس، الساحات والحدائق، العمارات، والتي من أبرزها مقر البلدية المتميز بموقعه المحاذي للبحر وكذا طرازه المعماري. تحتوي المدينة على عدة معالم أثرية وتاريخية تعود للعصور الغابرة، من أهمها المسرح الروماني. الطبيعة الجغرافية للمدينة جعلت التنقل خلالها عبر ممرات مكتوية، كما جعلت التلفريك أحد الوسائل المستعملة للتنقل من الأعلى إلى الأسفل والعكس. إلى جانب كل هذا الثراء الطبيعي والمقومات السياحية، للمدينة سكيكدا عدة علامات مستشهدة نذكر منها فلاحيا عيد البراويلة الذي يقام في شهر مايو من كل سنة، وتاريخيا يوم 20 من أوت الذي يذكرنا بالهجوم على الشمال القسنطيني سنة 1955 للميلاد.